خطط الخطاب الملكي السامي في تحت التشريعية 2016 إن المرافق والإدارات العمومية تعاني من عدة نقائص تتعلق بضعف الأداء وفي جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين. إن هناك مقتطف آخر، إن الصعوبات التي تواجه المواطن في علاقته بالإدارة كثيرة ومتعددة، تبتدئ من الاستقبال مرورا بالتواصل إلى معالجة الملفات. الدستور فصل 136 يرتكز التنظيم الجهوي والترابي إلى مبدأ التدبير الحر وعلى التعاون والتضامن، ويؤمن مشاركة المواطنين في تدبير شؤونهم. وهذا المشاركة المواطنة هو المحور الثالث ديال المشروع اللي خدمنا عليه، واخترنا مركز سوسيو ثقافي لكسوس اللي تم تسميته بعد لقاءين تشاوريين، واللي غنقدم لكم عرض ديالو. الهدف العام ديال المشروع هو إشراك المواطنات والمواطنين في الدينامية السوسيو ثقافية للمركز المتعدد التخصصات الكائن بشارع البحريني بالعرائس. كانت هناك أربعة محاور. المحور الأول كان هو تحديد أدوار المركز، بحيث أنه المركز كان مجرد مستقبل للأنشطة، ما كانش عنده أدوار محددة. المحور الثاني تحسين جودة وتجويد الخدمات المقدمة من طرف المركز، بحيث يكون المركز ينتقل من مجرد مستقبل الأنشطة إلى مساهم في عملية التنمية إلى مبادر. المحور الثالث تنويع خدمات المركز. المحور الرابع تسمية المركز. كما كتعرفوا جميع ما كانش عنده تسمية محددة، كان سميته مركز البحريني اعتماد على الشارع اللي كيتواجد فيه. إذا إطار السياق العام ديال في إطار استمرارية مشروع جماعة مواطنة الذي تحمله المديرية العامة للجماعات المحلية وبدعم وكالة جي إزاد، خصوصا في هذا المحور الثالث المتعلق بمشاركة المواطنة في موضوع إشراك المواطنين والمواطنات في الدينامية السوسيو ثقافية للمركز متعدد التخصصات التابع لجماعة عرائش، كموضوع عمل ريادي أكسيون بيلوت. نظم بعد عدة دورات تدريبية مكثفة لقاء تشاوري مع المواطنين والمواطنات من ممثلي الجمعيات المستعملة لهذا المركز أو العاملة في الميادين الثقافية والاجتماعية والرياضية وبيرسون سورس، وكذلك تلة من المنتخبين وبعض الإعلاميين المتابعين للشأن المحلي. وقد وجهت دعوة بشكل رسمي ومباشر إلى كل المشاركين والمشاركات في هذا اللقاء، والذي حضره أكثر من 60 مشارك ومشاركة. هنا بعد الصور بعد توافق المشاركين، هذا اللقاء التشاوري الأول اللي كان في 1 فبراير 2018، بحيث أن تمت مرافقة المشاركين وتوزيعهم على 4 قاعات، يعني كانت تعتمد على منهجية فوكس جروب على مجموعات بؤرية. هذه بعض الصور. الجمعيات كنا قسمنا بعض مجموعات البؤرية، كنا الجمعيات الاجتماعية والتربوية والأحياء كانت في القاعات على مستوى القاعات، كانت قطاع الشباب، كانت الجمعيات الثقافية والفنية والرياضية، وكانت المرأة وحقوق الإنسان. هذا فريق عمل الورشات، كان المسير الرئيسي ديال الورشات ديال اللقاء التشاوري الاول هو السيد عبد السلام صروخ، مجموعه البؤريه ديال خاصه بالجمعيات الاجتماعيه كانت مسيره هي الزميله شفاء بن حزو والمقرر مراد الجوهري، مجموعه البؤريه الخاصه بالمراه وحقوق الانسان كانت مسيره هي رجاء صبحي المقرر ونجيب كعواشي، المسير المجموعة البؤرية الخاصة بالجمعية الثقافية الفنية كان السيد الزميل شافي الطالي والمقرر أحمد الدحراجي، والمجموعة الرابعة الخاصة بقطاع الشباب كانت السيدة أمينة كونو والمقررة ليلى ميلاد. فريق استقبال كان السيد لطيف الموساتي، وبتسجيل الحضور كانت السيدة شفاء بن حدو وليلى ميلاد. كان هناك عملنا واحد فريق ديال المسيرين الاحتياطيين، بحال ما إذا غاب شي مسير أو المقرر كاين الزملاء كانوا احتياطيين. إذا هنا المحاور الأربعة هي أدوار المركز المتعدد التخصصات. المحور الثاني كان تحسين وتجويد الخدمات التي يقدمها المركز. المحور الثالث هي تنويع خدمات المركز. المحور الرابع تسمية المركز. هذه بعض الصور ومخرجات ديال المجموعة البؤرية الخاصة بكل مخرجات ديال كل مجموعة، مثلا المخرج الخاص بالمجموعة البؤرية الخاصة بالجمعيات الاجتماعية كان محور تحديد الأدوار
تم التركيز على دور الجماعة في بسط رؤيتها الواضحة للمجال السوسيو ثقافي خاصة في جانبه التكويني التربوي والتواصلي مع ضمان الاستمرارية. في محور تحسين خدمات المركز وتجميدها، كانت الاقتراحات تؤكد على ضرورة إحداث مجلس للمركز متعدد التخصصات قصد السهر على تطبيق البرامج المحددة وتمكين المواطنين من الاطلاع على كل ما يخص اعتمادات المركز المالية واللوجستيك والتجهيزات. في محور تنويع خدمات المركز، اقترح المشاركات والمشاركون على توفير الوقاية الصحية من أجل إعطاء الإسعافات الأولية لمستعملي المركز وتوفير خدمات إضافية كالإيواء والتغذية والتنقل وإحداث موقع إلكتروني خاص بالمركز، وكذلك المساهمة في خلق فضاءات للتكوين في مختلف المجالات. بالنسبة لتسمية المركز، مناقشات أسفرت على مجموعة من الاقتراحات توزعت ما بينهم أشخاص ذاتيين، أشخاص تاريخية، أسماء معالم تاريخية محلية كالكسوس والشميس وأخوان حسن المراني وفضيلة تدلامي إلى آخره. بالنسبة لمخرجات المجموعة البؤرية الخاصة بحقوق الإنسان، المرأة وحقوق الإنسان، في محور تحديد الأدوار، تم الاهتمام بالدور التكويني الذي يجب أن يطلع به المركز في أبعاده الحقوقية والتربوية والفنية والتوعوية التحسيسية لفائدات الفئات الاجتماعية المختلفة. فيما يخص تحسين خدمات المركز وتجميدها، قد انصبت غالبية المقترحات على الاهتمام بالموارد البشرية في مجال التكوين والاستقبال وإنشاء جريدة إلكترونية للإعلان عن برامج وأنشطة المركز وسن نظام داخلي لاستغلال القاعات بشكل عادل وشفاف والحفاظ على استمرارية الخدمات المقدمة. في محور تنويع الخدمات، تم تسجيل اقتراحات بخصوص توفير فضاءات إضافية للأنشطة الفنية والإعلانيات والعروض السينمائية والفنون البصرية وتخصيص مكتبة والقيام بدورات تكوينية في مجالات البيئة وحقوق الإنسان واللغات والمعلوميات وتبادل الخبرات والتكوين المتبادل والتعاون مع مكونات المجتمع المدني. فيما يخص تسمية المركز، تسمية ذات طابع مركز إداري كمركز مبادرة مواطنة، المركز الثقافي الاجتماعي وشن تسمية أشخاص ذاتيين لهذه التسميات مكررة، فضيلة تدلاوي، مركز سوسيو ثقافي، يعني التسميات تقريبا مثلها مثل المجموعات الأخرى. فيما يخص الجمعيات الثقافية والفنية والرياضية، في محور تحديد الأدوار، تم التأكيد على الجانب التكويني والتأطيري للمركز في مختلف المجالات، واقتراحه كمأوى حاضر للجمعيات، واقتراح قوانين داخلية تحدد هويتها. في محور تحسين خدمات المركز وتجويدها، تم اقتراح إعداد قاعدة بيانات خاصة بالجمعيات وتأهيل موارد المركز البشرية وتوفير تجهيزات كافية وإحداث نظام تشوير وخلق بوابة إلكترونية خاصة بالمركز. فيما يخص تنويع خدمات المركز، فقد اقترح المشاركات والمشاركون وضع برمجة سنوية للأنشطة والمساهمة في الرقي بالعمل الجمعوي وتخصيص بعض الفضاءات وممارسة بعض الرياضات والمعارض التشكيلية. احنا كنقصدوا الرياضات الفكرية كالشطرنج إلى غير ذلك. مخرجات مجموعة البؤرية الخاصة بقطاع الشباب، في محور أدوار المركز، تم التركيز على الدور الاجتماعي للمركز المتمثل في الاهتمام بالفئات العمرية الأخرى كالأطفال وكبار السن وتوفير بنيات المواكبة والتكوين. في محور تحسين وتجميد خدمات المركز، تم اقتراح تخصيص فضاءات فنية وترفيهية والتشوير وإحداث منظومة تواصلية من خلال شبكة التواصل الاجتماعي. فيما يخص تنويع خدمات المركز، فإن الاقتراحات توزعت ما بين ما هو اجتماعي، كتقديم خدمات للشباب في وضعية صعبة وإنشاء نقطة استماع والمساهمة في تنظيم مسابقات ثقافية بين المؤسسات التعليمية وإحداث مكتبة بالمركز. وفيما يتعلق بالتسمية، تنوعت ما بينهما أشخاص ذاتيين كعبد الخالق الطريس، كريم خطابي، محمد الشكري، وبعد الأسماء ذات مدلول عام كفضاء مشاركة المواطنة. كنلاحظوا بأن التسميات كتكرر تقريبا في نفس المجموعات، هذه بعض التسميات اللي خلينا منهم المخرجات. من سلينا الورشات، عينا من سفراء المجموعة بأن مع قد تدعوهم في اللقاءات والاجتماعات ديال تحليل المخرجات النهائية. عينا شكي بلانجري بعد ما كان توافق، كان هناك توافق داخل المجموعات، تم تعيين شكي بلانجري سفير المجموعات الخاصة بجمعية الاجتماعية والتربوية والأحياء، رشد الرباحي سفير المجموعة الخاصة بالمرأة وحقوق الإنسان،
أميرة إدريس سفيرة المجموعة البؤرية الخاصة بقطاع الشباب، سعيد علام سفير المجموعة البؤرية الخاصة بالجمعيات الثقافية والفنية والرياضية. بعد ما درنا الاجتماع في 8 فبراير 2018 درنا رسملة الأفكار والمقترحات الناتجة عن الورشات. كان فريق العمل ديال الورشات اللي هو كما كتشوفوا الأسماء ديالهم تقصد تدارس النتائج التي تم تسجيلها وتجميعها على صعيد كل مجموعة بؤرية من أجل توحيد المقترحات المتقاطعة والمتكاملة شملت المحاور الأربعة. موضوع اللقاء التشاركي ورسمنا أهم أجل صياغتها ضمن الهدف العام الذي على ضوئه نظمت هذه المبادرة التشاركية، وقد جاءت مخرجات نهائية على الشكل الثاني. محور تحديد الأدوار، التركيز على دور الجماعة في بسط رؤيتها الواضحة للمجال السوسيو-ثقافي خاصة في جانبه المتعلق بالتكوين التربوي والتواصلي مع ضمان الاستمرارية وتوفير بنيات المواكبة والتكوين. الاهتمام بالدور التكويني والتأطيري للمركز في أبعاده الحقوقية والاجتماعية والتربوية والفنية والتوعوية والتحسيسية لفائدة الفئات الاجتماعية المختلفة والفئات العمرية الأخرى كالأطفال وكبار السن. اقتراحه كما هو حاضر للجمعيات واقتراح قوانين داخلية تحدد هويته. في محور تحسين الخدمات وتجميدها، ضرورة إحداث مجلس للمركز قصد السهر على تطبيق البرامج المحددة وتمكين المواطنين والمستعملين للمركز من الاطلاع على كل ما يخص اعتمادات المركز المالية واللوجستيك والتجهيزات. الاهتمام بتأهيل الموارد البشرية للمركز في مجال التكوين والاستقبال واعتماد نظام التشوير. إنشاء جريدة إلكترونية أو بوابة خاصة بالمركز للإعلان عن مركز للإعلان عن برامج وأنشطة المركز من شأنها أن تخلق منظومة تواصلية. إحداث صندوق لتلقي المقترحات، وسن نظام داخلي لاستغلال القاعات بشكل عادل وشفاف والحفاظ على استمرارية الخدمات المقدمة. إعداد قاعدة بيانات خاصة بالجمعيات، توفير تجهيزات كافية بالمركز، تخصيص فضاءات فنية وترفيهية. في محور تنويع الخدمات، توفير وقاية صحية من أجل إعطاء الإسعافات الأولية لمستعملي المركز، توفير خدمات إضافية كالإيواء والتغذية والتنقل، المساهمة في خلق فضاءات للتكوين في مختلف المجالات، إحداث موقع إلكتروني خاص بالمركز، توفير فضاءات إضافية للأنشطة الفنية والإعلاميات والعروض السينمائية والفنون البصرية ومكتبة بالمركز، تخصيص بعض الفضاءات لممارسة بعض الرياضات والمعارض التشكيلية، القيام بدورات تكوينية في مجالات البيئة وحقوق الإنسان واللغات والمعلوميات وتبادل الخبرات والتكوين المتبادل والتعاون مع مكونات المجتمع المدني، وضع برمجة سنوية للأنشطة والمساهمة في الرقي في العمل الجمعوي، تقديم خدمات للشباب في وضعية صعبة وإنشاء مراكز الاستماع بالمركز والمساهمة في تنظيم مسابقات ثقافية بين المؤسسات التعليمية. في محور التسمية، هناك أسماء أشخاص ذاتيين، أسماء معالي تاريخية، تسمية إدارية رسمية، أسماء مشكلة بين أشخاص ذاتيين وأسماء إدارية، تسمية إدارية مقرونة بمعالي تاريخية، أسماء ذات معلول عام. الأسماء موجودة عندكم. بالنسبة للتوصيات ديال هذا اللقاء التشاوري الأول، دور يتماشى مع مفهوم ورؤية المجامعة للمجال السوسيو ثقافي، دور مرتبط من مشروع ثقافي عام بين الجماعة والمجتمع، عدم تخصيص المركز لأنشطة الفاعلين السياسيين، تخصيص الجماعة ميزانية سنوية خاصة للمركز تخص مجال التسيير، دعم المركز المادي لأنشطة الجمعيات حديثة التأسيس. من بعد ما درنا محضر ديال تجميع هاد المخرجات هادي ودرنا الاجتماع على إطره، درنا واحد المحضر جمعنا فيه وفرصنا فيه المخرجات الخاصة بهذا اللقاء التشاوري الأول. كان الحضور كما كتشوفوا هذا الفريق العمل هو كما هو كما كتشوفوا الأسماء ديالهم مع حضور ممثلي الجائزات. تم تجميع المقترحات حسب ما أفرزته أشغال مجموعة البؤرية والتي انصبت على محاور أربعة: أدوار المركز، تحسين تجويد خدمات المركز، تنويع الخدمات، تسمية المركز. واعتمادا على ما جاء في التقرير العام الذي أنجزه المركز حول اللقاء التشاوري، تم في المرحلة الأولى من هذا الاجتماع التذكير بمخرجات كل المجموعات البؤرية فيما يخص كل محور على حدة، وفي مرحلة ثانية تم تسجيلها وتجميعها ومعالجة هذه الورقة المخرجات مع الأخذ بعين الاعتبار نقاط التقاطع والتجانس والتكامل بينها، وقد جاءت المخرجات على الشكل التالي بعد التجميع والتحليل إلى غير ذلك.
بالنسبة لأدوار المركز، تم التأكيد على أن يطلع المركز بدور تربوي وتكويني وتواصلي في محور تحسين خدمات المركز وتجميدها. فقد أكدت مخرجات المجموعة على ضرورة تأسيس مجلس للمركز في محور تنويع خدمات المركز. لم تكن هناك اقتراحات يمكن أن تضيف إلى هذا المحور يمكن أخذه بعين الاعتبار. أما بخصوص تسمية المركز فقد توزعت المقترحات بين إعطاء أسماء أشخاص ذاتيين كجونجوني وخوان كوتيسيلو وحسن المراني وفضيلة تدلاوي ولم لمنانا، وأسماء معالم تاريخية كليكسوس والشميس وأبي نيدا، أو تسمية إدارية كالمركز البلدي. من مجموعة البؤرية الخاصة بالمرأة، تم التأكيد على دور يؤكد على التربية والتنمية في مجال الفنون والتحسيس وحقوق الإنسان. في محور تحسين الخدمات، تم التأكيد على سن النظام الداخلي للمركز، تحسين بنية الاستقبال والتواصل، والعمل على استدامة هذه الخدمات. فيما يخص محور تنويع هذه الخدمات، تم التأكيد على إحداث مكتبة تهيئة فضاءات للتكوين في مجالات البيئة وحقوق الإنسان والإعلاميات وتبادل الخبرات والتجارب بين المركز والمجتمع المدني والمواطنين والمواطنات بشكل عام. أما بخصوص تسمية المركز، فقد تسمية دبابة إداري كمركز مبادرات مواطنة، المركز الثقافي الاجتماعي، أو تسمية أشخاص ذاتيين كمركز فضيلة تدلابي ومركز للمنانة ومركز بحريني، أو هما معا كمركز مشاركة المواطنة فاطمة الفيدية، والمركز السوسيو ثقافي محمد شكري، والمركز الثقافي الاجتماعي البحريني، أو بتسمية إدارية مقرونة بمعالم تاريخية كالمركز الثقافي والاجتماعي سبيريدس، أو بأسماء عامة كمركز الرحمة. أما مجموعة ديال الجمعيات الثقافية، بالنسبة لأدوار المركز، تم التنصيص على قيام المركز بدور تأطيري وجعله فضاء حاضرا للجمعيات. في محور تحسين خدمات المركز وتجميدها، تم التأكيد على إعداد قاعدة بيانات وتوفير الأجهزة المناسبة واعتماد منظومة للتشوير. في محور تنويع خدمات المركز، فقد حثت المقترحات على أن يعد المركز برمجة سنوية ويعمل على تقوية القدرات الخاصة بالفاعلين ويخصص أروقة فنية ورياضية ملائمة. أما بخصوص التسمية فقد انتبت الاقتراحات حول تسمية إدارية ومقرونة بأسماء تاريخية كالمركز الثقافي شميس متعدد التخصصات أو المركز الثقافي كسوس ودار للجمعيات. أما المجموعة البؤرية الخاصة بقطاع الشباب، بالنسبة لأدوار المركز، تم التأكيد على استهداف الفئات العمرية كالأطفال وكبار السن وتأمين المرافقة والتتبع. في محور تحسين خدمات المركز وتجميلها، تم التأكيد على تخصيص فضاءات فنية وثقافية وإنشاء صندوق للمقترحات. في محور تنويع خدمات المركز، أكدت المخرجات على أن يقوم المركز بالتنشيط الثقافي المستهدف. أما بخصوص تسمية المركز، أسماء أشخاص ذاتيين كالحلقة الرئيس أمكن الخطابي، أسماء ذات الزول العام كفضاء مشاركة المواطنة إلى غير ذلك. وبعد تسجيل هذه المقترحات، تم تسجيل موقعها ومعالجتها وصياغتها وجاءت كالتالي. محور أدوار المركز، اطلاع المركز بدور سوسيو ثقافي يعتمد على التربية والتكوين، التحسيس، المرافقة والتتبع لفائدة الجمعيات مع إعمال وقاربة النوع. محور تحسين وتجميد خدمات المركز، إحداث مجلس للمركز بهدف إشراك المواطنين والمواطنات في التسيير وسن نظام داخلي للمركز واعتماد منظومة للتواصل وتهيئة فضاءات خاصة للأوراج والعروض الثقافية الفنية. أما فيما يخص محور تنويع خدمات المركز، تنشيط القراءة العمومية ودعم القدرات في مجالات البيئة وحقوق الإنسان والإعلاميات وجعل المركز ملتقى لتبادل الخبرات والتجارب. أما محور تسمية المركز، تم تجميع التسميات أشخاص ذاتيين كحسن المراني والصباري محمد الصباري ومحمد شكري، تسميات بمعارف تاريخية الكسوس والشميس، تسميات ذات مدلول عام كمبادرة مواطنة والمشاركة المواطنة. بعد أن اللقاء التشاوري الثاني اعتمد على منهج ديال اوبن سبيس الفضاء المفتوح، كان هذا هو السياق العام. العقد يوم الثلاثاء 19 يونيو 2018، كنت تحضر له جميع الجمعيات اللي شاركت في اللقاء التشاوري الاول بالاضافه الى وسائل الاعلام المنتخبين الى غير ذلك والممثلين ديال التعاون جي بي زد. وذلك استعملت في هذا اللقاء من اجهزة هذا الاوبن سبيس وتهدف الى تحفيزهم للتفكير ومناقشه موضوع مشترك وتشجيع روح المبادره ومنحهم هامشا واسعا من حريه التعبير والاقتراح وتقويه تفاعل الافكار. هذه بعض الصور ديال توافد الحضور وذلك المناقشه. هذا الاطار العام. بدايه كان المنسق وسيد عبد السلام الصروف،
تناول بصفته منشطا للكلمه مرحبا بالمشاركين مبرزا دور مهم الذي سنلعبه مثل هذه اللقاءات في تعزيز المشاركه الديمقراطيه وتحسين تحسيس المواطن بدوره المتزايد في التنميه المحليه واشراكهم في الديناميه السوسيو ثقافيه للمركز. بعد ذلك تناول السيده ناديه رحل النائب الخامس للسيد الرئيس المفوض لهذا القسم الثقافي الاجتماعي والرياضي رحبت بدورها بالمشاركين مذكره بالاطار العام الذي تدخل فيه هذه المبادره. ثم اخذ الكلمه السيد عمر داوود هو اللي يمثل وكاله التعاون الدولي الالماني. كما كان مقررا فان اللقاء التشاوري كان يهدف الى تعميق المخرجات السابقه ومناقشتها وتعزيزها عبر تجميع مقترحات المشاركين الجديده والتي كانت تتعلق بالمحاور اللي قلنا عليهم الادوار والتحسين والتنويع والتسميه. هذه بعض الصور. اذا انطلقت المناقشات في اطار عام موحد. نعم خلاصه. اذا تم اتفاق على ان ادوار المركز يكون عنده دور سوسيو ثقافي واضح ومحدد يعتمد على التربيه والتكوين والتحسيس والمرافقه مع اعمال مقاربه النوع. هذه بعض الصور. من حيث تحسين وتجميد خدمات المركز احداث مجلس للمركز سن نظام داخلي للمركز منظومه تواصل داخل المركز. كما كتشوفوا كانت مناقشات في مجال محور تنمية خدمات المركز تنشيط القراءة العمومية دعم القدرات في مجالات البيئة وحقوق الإنسان والإعلاميات جعل المركز ملتقى لتبادل الخبرات والتجارب. هذه بعض الصور. فالأخير درنا واحد عملية ديال التصويت كانت عملية سرية ونزيهة وعملا بمبدأ الشفافية والديمقراطية. محور تسمية المركز كان موضوع تصويت تم في جو حر ولذيذ ومراعية لضمان السرية وبأغلبية نسبية اتفق المشاركون على تسمية المركز السوسيو ثقافي ليكسوس. وشكرا. عطاني.